سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا هنا صورة، هذه الصورة رائعة جدا، عرضتها وكالة ناسا بتاريخ 18/4/2022، يعني اليوم. الحقيقة الصورة رائعة جدا، هذه الصورة رائعة جدا، التقطت من إحدى المراصد المتوضعة في البرتغال. انظروا هنا إلى الشفق أيها الأحبة، انظروا إلى توزع الغيوم، كيف تتوزع هذه الغيوم بطريقة. انظروا إلى هذه النقاط المضيئة هنا، ما هذه؟ طبعا النجوم هنا أحبتي في الله، هذه النجوم التي نراها هنا، هذه مجرد درب التبانة. هذه النجوم هنا أحبتي في الله مجرد درب التبانة. انظروا معي، سأكبر. انظروا، هذه كل نقطة هنا هي نجم، كل نقطة من نجوم مجرتنا. مجرتنا الحقيقة فيها بحدود أو أكثر من 200 مليار نجم، 200 مليار نجم أو أكثر. طبعا أيها الأحبة، هذه الصورة الرائعة يظهر فيها كوكب زحل والمشتري هنا، يظهر كبقعة دائرة مضيئة، سبحان الله، على اليمين. وعلى اليسار هنا يظهر كوكب المريخ بوضوح، نقطة لامعة. يعني كواكب مجتمعة ومرئية، وهذه الصورة رائعة تدل على قدرة الخالق عز وجل. انظروا هذه الألوان، لون الأخضر، يعني هنا تشكيلة رائعة من الألوان، الأخضر والبنفسجي والأزرق والبرتقالي. انظروا أيها الأحبة، هذا القوس هنا، هذا القوس الذي يظهر هنا هو مجرتنا، مجرة درب التبانة كما قلنا. طبعا نحن لا يمكن أن نرى مثل هذا المشهد بالعين المجردة، هذه الصورة تحتاج إلى عدسات كبيرة جدا ومعالجة بالكمبيوتر، وهناك تقنيات يعني معقدة لالتقاط مثل هذه الصور ومعالجتها، فتظهر بهذا الشكل الرائع، سبحان الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الغيوم أيها الأحبة هنا، انظروا معي، سبحان الله، عندما تحدث القرآن عن الغيوم فقال عن السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء، كيف يشاء، أشكال جميلة جدا. طيب لماذا هذا المنظر؟ ليقول لنا الله إنه موجود، ليقول لنا إياك أن تعتقد أن المصادفة يمكن أن تصنع لوحة رائعة مثل هذه. مثل هذه اللوحة لو جاء شخص ورسمها ثم قال هذه وجدت بالمصادفة لا يصدقه أحد. طيب نحن نرى أمامنا لوحة حقيقية، كواكب وكله متناسق، انظروا الألوان، الأزرق والأخضر والأصفر، تناسق الألوان والمنظر الذي يعني يجعلك تخشع بالفعل. ألا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ ألا يدل على وجود صانع حكيم عليم؟ طب لماذا تنكرون الصانع؟ الملحد لا يقبل حتى أي شيء، حتى هذا المنديل لا يقبل الملحد أن يوجد بالمصادفة، لا يقبل، يقول لك لابد من صانع له. طيب كل هذا الكون تقول ليس له صانع.
ما لكم كيف تحكمون. لذلك هذه اللوحة أيها الأحبة هي دليل على وحدانية الله، على قدرة الله، ودليل على صدق كلام الله سبحانه وتعالى. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، والحمد لله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.